هاي بطه جديدة جمع الرولو السيلندر ديال كلاسيفيكاسيون هما هادو كما لقيت على الفيديو. هادو لي ديان تاع ديالنا هنا بلاصة اللي كيكون بلون كاين ساعة واحدة كاينة ديال الفيرني من النور ديالها كاين واحد البلاصة اللي كيكون ديال الرولو هاهو فيلمو والماركة يعني ماركة يعني راه ماشي ممكن الماركة كاين الماركة ديالو كاين إذن إخواني أخواتي هذه هي آلة UV DTF آلة رائعة جدا. خليكم تكملوا الفيديو حتى الآخر, ما تنسوش كذلك تدعمونا بالاشتراك ديالكم في القناة وتفعيل الجرس باش تكون ديما الجديد إخوان. صراحة داك الشيء آخر ما كاين في عالم الطباعة ومشروع مربح جدا اللي باقي حتى حد باقي ما بدأ بهذا المشروع. هذا المشروع إخوان خاطر خاطر, أي حاجة بغيتيها جاتك على بالك غادي تطبع بها بهذه الآلة السحرية. يعني أي حاجة بغيتي, تسو بلاستيك الزاج الخشب إلى غير ذلك, كل شيء الإخوان. ما تشوفين خليكم تكملوا الفيديو حتى الآخر تشوفوا معايا الديتاي ديال هذا المشروع هذا إن شاء الله. UV DTF السلام عليكم الاخوان, تبارك الله عليكم, نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه عالم مشاريع. اذا الاخوان دائما كنحاول نجيب لكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع وما تبقوش خدامين مع الناس وتعيشوا الحريه الماليه. فاذا عجبكم المحتوى ديالنا الاخوان ما تنساوش تدعمونا بالاشتراكات وكذلك اللايكات الاخوان باش تحفزونا باش نستمروا في المزيد ان شاء الله. اذا الاخوان كما شفتوا معايا اليوم في مقدمه ديال الفيديو, اليوم غادي تشوفوا معايا اله حصريه ورائعه جدا اللي هي جمعت ما بين الاله ديال الدي تي اف واله UV اللي هي آلة اولترا فيولي. هاد الآلة ديال الإخوان ساحرة جدا وماشي يعني قديمة بزاف, يلا خرجت الإخوان دابا واحد عام ولا عامين, يعني بقى ما دخلتش في المغرب بزاف, يعني يلا تلقى واحد 3 ولا 4 الحبات اللي دايرين في المغرب دابا حاليا. ولكن آلة سحرية رائعة جمعت ما بين الدي تي اف واليوفي اللي سموها UV DTF او DTF UV. هاد الالة ديال الاخوان كتطبع على جميع الاشياء, الكيسان, التوب, البلاستيك, الخشب, الزاج, اي حاجة بغيتها الاخوان كتطبع بهاد الالة السحرية الرائعة جدا. تقريبا نفس السيستم اللي كيخدم به UV العادي الاخوان ونفس السيستم اللي كيخدم به DTF العادي الاخوان اللي هو برنامج الاكروريب اللي معروف الاخوان. فالثمن ديالها الاخوان الثمن ديالها يعني كيتراوح ما بين 60000 درهم وانت طالع على حساب النوع ديال الماكينه, لان الماكينه كيكونوا فيها تعديلات بزاف. كاين الماكينه اليدويه يعني اللي غادي تبقى تغلف بلاميناتور باليد, وكاينه الماكينه الاوتوماتيكيه كيجي معها لاميناتور ديالها كيجي معها كل شيء ديالها. يعني هذا هو الفرق بين الاله الدي تي اف العاديه وكذلك الاله الدي تي اف الاوتوماتيكيه. وكذلك الاخوان كيختلفوا من حيث الحجم ديالهم, كاينه ديال الاطروا, كاينه ديال الاطروا بلس, كاينه ديال 40 سنتيم, كاينه ديال المترو, كاينه 60, تفهمنا الاخوان, وهكذا. يعني حتى هنا كيلعب الدور كبير ديال الثمن. بالنسبه للناس اللي باغين كيسولوني في كاينه هذه الاله, هذه راه موجوده الاخوان الحمد لله, راه بداو كيدخلوها الناس في المغرب موجوده. والثمن ديالها انا عطيتكم الاخوان كيتراوح ما بين 60000 درهم حتى 12000 درهم فما فوق, يعني على حساب شنو انت شنو غادي تركب هذه الماكينه الاخوان. وهذه الماكينه الاخوان سحريه كما قلنا, كتطبع على البلاستيك, على الزاج, على الخشب, يعني وبدون بريصه, بدون استعمال المكبس الحراري الاخوان. يعني كيجي عندها واحد اللصق سبيسيال في الزاج كما غادي تشوفوا معايا في الفيديوهات المميزيه اللي كتشوفوا مع كتبان امامكم. كيجي من عنده واحد المداد سبيسيال اللي كيدوز كيسبق الكوش البيضاء هي الاولانيه عاد كيدوز اللون, وفحال اللي كيلصق من الظهر ديال داك لامبرسيون الاخوان. والالترا فيولي هو داك اللون اسعه ديال الاشعه فوق البنفسجيه, هي اللي كتنشف لنا داك التوب الاخوان. فهذا هو المستقبل الاخوان, يعني العالم الا بغيتي تمشي معاه هو انك تبقى تحادي الجديد. يعني كل فيما كانت شي حاجه جديده حاول تافونسي معاه وتشوفها وتكتشفها وتعرف الطريقه كيفاش كتخدم الى غير ذلك, وتقرا عليها شويه الى غير ذلك, وتشوف النوع ديال الريوس اللي كيكونوا مركبين فيها. فهاد الالات ديال UV DTF كاملين الاخوان مركبين الراس ديال الابسون, الاغلبيه 80% ديالهم مركبين الراس الابسون, لان الراس الابسون هو اللي كاين في السوق الاخوان, تفهمنا.
فكما كتشوفوا الاخوان كتخدم حتى بالميلار الفويل الذهبي، ممكن تطلع به شي حاجه سحريه. الناس اللي باغين شي حاجه سبيسيال، شي حاجه مبدعه، هذه هي الاله اللي كتناسبكم الاخوان. ف يعني بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش تقدر تكون فيها ريباراسيون، واش تقدر مثلا انا نشد واحد الماكينه ديال مثلا 1800 ابسون او لا 1300 او لا 1805 وندير لها ريباراسيون، فتقدر دير ريباراسيون ديال هذه الاله يو في دي تي اف، ولكن غادي تبقى محتاج الاشعه ديال الالترا فيولي، اشعه فوق البنفسجيه هي اللي كتنشف داك المداد باش كيولي يتحمل يلصق على البلاستيك وعلى الزاج وعلى الخشب الى غير ذلك. تفهمنا الاخوان؟ يعني هذه هي التقنيه بصفه عامه. فاذا كنت كتعرف الدي تي اف غادي تعرف اليوفي، واذا كنت كتعرف اليوفي غادي تعرف الدي تي اف، واذا كنت كتعرف لهم كاملين الاخوان راه غادي تعرف اليوفي دي تي اف. راه ماشي شي حاجه اللي غريبه وشي حاجه اللي خياليه، راه عادي الاخوان. المداد كيدوز البيض حتى هو كيتطبع كما شفتوا معايا في الدي تي اف اللي الحمد لله بعنا اكثر من 50 حبه في المغرب كامل الحمد لله ديال ال 805، وراه باقي كنوجد الفيديو ديال ال 850 ونوريكم شنو الفرق بين ال 805 دي تي اف وال 850 دي تي اف. المهم نهربوش على الموضوع، نكملوا على اليو في دي تي اف. هاد الاله ديال اليو في دي تي اف الاخوان كما قلنا صراحه يعني ممكن تطبع بها حتى الجولد، لان في اليو في العاديه ما كانش الجولد، يعني كان باستعمال الميلار تستعمل حتى الارجونتي شي حاجه نقريه الى غير ذلك. فهنايا احتمالات كبيره وهنايا ابداعات كبيره ممكن تطبع بهم بهاد الاله السحريه اللي كتسمى اي في دي تي اف الاخوان. فهاد الاله الاخوان كما قلنا العدو ديالها هو يعني الجلاس، يعني الماكينه ما خصهاش تبقى جالسه. تفهمنا الاخوان؟ يعني خصها دائما تخدم. علاش؟ لان عندها واحد الراس كيبس فيه المداد، الا يبس لك الراس في المداد يعني الماكينه تخسرت. تفهمنا الاخوان؟ يعني خصكم تقراو على شي حاجه ديال الالات قبل ما تشريو اي اله معينه الاخوان، لان فاش كتشري الاله وما عندكش عليها درايه راه كتلقى مشاكل بزاف الاخوان. فكل ساعه غادي يبقى يجي عندك التكنيسيان غادي يبقى يدي من عندك الفلوس، لان ما كتعرفش الريباراسيون ديالها، ما كتعرفش المشاكل اللي غادي تقدر تواجهها. فهمنا الاخوان؟ فنصيحه الاخوان، الناس اللي باغا تشري الاله ديال يو في دي تي اف قرا عليها مزيان وعرف كيفاش كتخدم، ومن الاحسن دوز من لي ماشين اللي قبل هذه، دوز مثلا من دي تي اف، دوز من الاله ديال يو في العاديه، وخا تمشي غير ستاج، ماشي كنقول لكم انا شريو الاله، تمشي غير ستاج من داك الشركه اللي عندها الاي في والشركه اللي عندها الدي تي اف، وتعرف كيفاش كيخدموا وتكتشف اسرار ديال هذاك لي ماشين، وعاد دخل توكل على الله في الماكينه ديال اي في دي تي اف. حيتاش ما يمكنش ما عرفش الهيستوريك ديال النوع ديال هاد الطباعات وتجي وتحط في الامر الواقع ديال اي في دي تي اف، لا ما كيكونش هيدا المشروع الاخوان. دائما كتكون عندك درايه داك شنو اللي كان قبل وتعرفوا كيفاش كيخدم وشنو المشاكل ديالو وكيفاش كيخدم البياض وكيفاش الى غير ذلك، عاد يمكن تدوز للاله ديال اي في دي تي اف. تفهمنا الاخوان؟ ف بالنسبة لي الاخوان انا كنصيحة دائما نصيحة اخوية للناس اللي باغا تبدا، يعني ما تحاولوش تشريو هذه الماكينة دابا حاليا لانها باقا غالية وباقا شادة السوق، حتى الكونسومر ديالها راه مازال غالي، يعني حتى تبدا طيح الماكينة مثلا كما تشوف بحال الالة ديال دي تي اف كانت غالية وهي ماشا وهي كيطيح لها الثمن حتى ولات يعني في الثمن متوسط كما كنقولوا الاخوان. اما الالة ملي كتكون غالية فحال كذلك الهواتف ملي كيكونوا يلا خرجوا كيكون السعر ديالهم غالي جدا. فانت يعني من الاحسن خذ لك فكرة قرا عليها مزيان، انا كندعمك، ولكن باش تشريها يعني من الاحسن دير شي ستاج ودير شي فورماسيون تكوين باش تعرف كيفاش تخدم هاد الاله ديال اي في دي تي اف، حيتاش التكنيسيان غادي يجي انستالي عليك مره واحده خدامه صافي كلشي هو هذاك التيست الى غير ذلك صافي كيمشي فحالو، انت اللي كتبقى على دوام وعلى استمراريه مع هاد الاله هذه. اذا اخوان نتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اي في دي تي اف، انت ما تبخلوش علينا باللايكات وكذلك الاشتراكات في القناه الاخوان، فباش نكملوا باش نكبروا العائله ديال القناه على المشاهد باش نستمروا في المزيد ان شاء الله. كان معكم هشام الدمج مصمم اشاري، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نهاركم مبروك، سلامة.